الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. حذرت اللجنة المالية النيابية حكومة الكاظمي من انهيار مالي نتيجة عدم السيطرة على سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي. وقال عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي إن أي انخفاض بأسعار النفط سيتسبب بانهيار مالي نتيجة عدم سيطرة الحكومة على سعر صرف الدولار، مشيرا إلى أن الوضع المالي في العراق بدأ بالانهيار بشكل كبير دون أي معالجة أو حلول من الحكومة. انخفضت مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي في مزاد العملة الأجنبية لتسجل أكثر من 217 مليون دولار أمريكي. مصادر صحفية قالت إن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي انخفاضاً في مبيعاته بنسبة 4.82%، كما بلغ سعر الصرف 1460 ديناراً عراقياً لكل دولار واحد. وأشار المصدر إلى أن 36 مصرفاً قام بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج و20 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة إلى مشاركة 18 شركة صرافة. انخفض سعر خام البصرة الخفيف بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط العالمي، فيما ارتفع سعر خام البصرة الثقيل، وسجلت أسعار خام البصرة الخفيف انخفاضاً بلغت نسبته 1.61% لتصل إلى 74 دولاراً فاصل 65 سنتاً للبرميل الواحد، فيما ارتفع خام البصرة الثقيل بنسبة بلغت 0.49% ليصل إلى 71 دولاراً فاصل 41 سنتاً للبرميل. وانخفضت أسعار النفط العالمية ليبلغ خام برنت 74 دولاراً فاصل 60 سنتاً، وخام غرب تكساس 72 دولاراً فاصل 82 سنتاً للبرميل. قالت مصادر صحفية إن شركة أرامكو السعودية دعت بنوكاً لتقديم عروض للقيام بدور استشاري للمساعدة في تمويل بيع حصة أقلية كبيرة في خط أنابيب غاز. وأوضحت المصادر أن أرامكو عينت بالفعل مورجان ستانلي كمستشار دمج واستحواذ، بينما لا يزال دور المستشار التمويلي مطروحاً أمام البنوك، مضيفة أن بيع حصة في خط أنابيب الغاز سيكون مطابقاً للصفقة خط أنابيب النفط. واعتمدت أرامكو على عقد تأجير وإعادة تأجير لبيع حصة بنسبة 49% في شركة أرامكو لخطوط أنابيب النفط التي تأسست حديثاً ولمدة 25 عاماً لسداد رسوم على النفط الذي تنقله خطوط الأنابيب. حصل السودان على موافقة لإعفاء من 23 مليار و500 مليون دولار من ديونه البالغة نحو 60% أو 60 مليار دولار لتصبح الدولة رقم 38 في العالم التي تحصل على إعفاء من الديون في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. وأفاد بيان مشترك بين صندوق النقد والبنك الدولي بأن السودان وصل إلى نقطة القرار المطلوبة للاستفادة من مبادرة الإعفاء. وأشار البيان إلى أن هذا القرار سيساعد على إحداث تغيير دائم للسودان من خلال السماح بتخفيض ديونه بشكل نهائي، كما سيساعد في التطبيع الفوري لعلاقاته مع المجتمع الدولي والوصول إلى الموارد المالية الإضافية الهامة لدعم الإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي يقوم بتطبيقها. ختام الموجز بأمان الله.